ومن بيت لحم ينضم إلينا رائد الشريف مراسل الغد. رائد، ماذا عن المباحثات بين عباس وبوتين؟ قبل حوالي 15 دقيقة من الآن وصل الرئيس الروسي بوتين إلى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتجري المباحثات في هذه الأثناء. وكان يعني قد تحدث السفير الفلسطيني في روسيا حول عملية المباحثات، وربما أبرزها هو مناقشة ملف حل الدولتين وكذلك التسوية ما بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967. من المتوقع كذلك أن يعرج الرئيس الروسي على ملف المسيحيين في الشرق الأوسط والذين تعهدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بحمايتهم ودعمهم في ظل حالة طبعا في ظل الحالة الغير مستقرة في المنطقة حسب تعبيرهم، وكذلك حول دور روسيا في دعم الفلسطينيين وخاصة موقف روسيا الواضح من الفلسطينيين وبعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة مستقلة. يحاول ربما الفلسطينيون ومن خلال القيادة كذلك والرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار رسالة للرئيس الروسي أن يضغط على إسرائيل بكل الملفات المتعلقة بالاستيطان بقضية القدس وكذلك اللاجئين وقطاع غزة وما تتعرض له فلسطين من انتهاكات واعتداءات مستمرة على طبعا في الفترة الأخيرة، خاصة موضوع الاستيطان الذي استشرى بشكل كبير، وأن يعول عليها أن تكون طرف في رعاية طبعا ملف الفلسطينيين خاصة بعد 6 ديسمبر عام 2017 عندما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل. يعني وأصبح يعني الفلسطيني يعتبر نعم. هل هناك جدول أعمال واضح لزيارة بوتين؟ هل هناك فعاليات بعينها؟ هي زيارة قصيرة لمدة ساعتين، وبعد قليل سيغادر الرئيس الروسي بوتين بيت لحم، وكان قد زار الأراضي الفلسطينية المحتلة والتقى ببن يمين نتنياهو، وكانت هذه يعني الزيارة قصيرة وتعتبر الثالثة لبوتين، حيث زار فلسطين عام 2005، وفي المرة الثانية زار فلسطين عام 2012، وهذه المرة في العام 2020 كان الرئيس محمود عباس قد بعث بدعوة إلى بوتين لزيارة فلسطين وتحديدا إلى مدينة بيت لحم إلى كنيسة المهد، وذلك في أعقاب أو الأعياد المسيحية. وبوتين الآن هو في مدينة بيت لحم بعدما زار طبعا الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم، إذن رائد الشريف مراسل الغد من بيت لحم، شكرا جزيلا لك.